جمع معاه؟ كيف كنت اليوم على المسرح انا؟ عن جد؟ كيف كنت على المسرح؟ حلو جدا. كم مولع صح؟ كنتوا قاعدين دخلكم على المسرح بس كنت عم تغني؟ لا لا مين حط في التلفزيون؟ زلت رحت عندك قلت لك كثير حلو على المية مية؟ لا لا على المسطرة المغنى؟ كنت شو كثير حلوة كثير حلوة وكاركتر مليار مليار اخر شيء ما عم يضحكوا كانوا كلهم كثير حلو مان كثير حلو عم انا اقول في ناس بيحبوا حنونة مين البطل؟ مين بده يكسر الدنيا؟ يلا كلنا بنؤمن فيكي كلنا عم نسألك كلهم اتصدموا ان انا طلعت من هي وعملت تحت الفريم وانت بلوز بيقولي بيقولي ازاي يعني طلع من هي وعملت سيبه سيبه يسخن براحته ونسيم انت انت اللي كنت بتجنن اللي ما بيجن عمره عملها من يوم ما دخل انت بتجنن اللي ما بيجن من يوم ما دخل عمره ما عملها نسيم اكثر زلمه بيعمل بيرفورمنس ما بينسى كلام وكذبه فوتوته بالحياه عمره ما عملها من يوم ما دخل بس كنتوا كثير حلوين كلياتكم صراحه الاغنيه كانت لايقه عليكم على صوته وعلى صوته ما انت كثير حلوين كنتوا باينين اليوم بالخطين كثير الحمد لله على الكاميرا كثير شو؟ عندك انا الاوفر اوفر حلوة بذمتك قلبت لك ايه؟ انتوا قاعدوا على البيانو اخدينك بكادر يعني جاي الميكرو هون وعم تطلع انت هيك وجهك مضوى كله في اضاءة مرمية على وشك خليها فوق بجد؟ واو انت شفت انت شفت هيدي كيف بس طلع اول مره في الكارب كانت عم تعمل باك ستيج هي كانت عم تعمل هيك باك ستيج وشايفته على التلفزيون عليه عليه هبه مش طبيعيه بس عن جد فجرت كل شيء بقلبي حلو كثير ايه حلو كثير تبلوز اسمه مش سولو لا ما تبلوز تبلوزه فجر يعني حسيت حالي ان ان هيدا الحفله اللي عملتها حسيتها حفله حسيت ظهرت من الاكاديميه خلص هيك واجاني اول عرض شغل بحفله وكانت هيك هيك حسيتها هالدرجه يعني انا بغني اخر اغنيه اسمها هابي نيو يير دي وبرضه مش متوقع ان انا اللي انا اللي رجعت احكيلك عن امتك اللي بتوقف انا ما انا انت شو بدنا نطلع في النموني اي موقف بتعملي شو انا عيني اكثر عن بس انه مش ما عندك فيهم عندك فيهم بس تعرف في اخر لحظه جوقف بدل الاساتذه بقى خلاص هابي نيو يير قاعد يعمل لي كده فانا بقيت اعمل له على القصه وهو بقى يعمل لي كده ايوه انبسط يعني وعايزني انبسط بس باباك وماما كانوا واقفين مش قادر اقول لك انا مبسوطين قد ايه مش معقول واخواتك يا الله على ميه واختك كلنا عسل كنت عارفه على العالي ما كنت بتطلع معي كيف طلعت شفت ده فيه اكتر منك اه في اكتر منك بالنسبه لي مان صراحه ما بعرف اذا حدا بيوقفني هاي البرايم اليوم اكتر برايم كان فيه باور وحواس رغم كل شيء الجمهور بس كل اللي صار نحن منك كيف حواس بكل صراحه انا عن جد راس السنه حسيت يعني